كانت مسرحيتنا هي عتمة مضوية. جاءت فكرة هذه المسرحية تحاكي الواقع من واقعنا المرير اللي احنا بنعيشه من العنف الموجود في داخل المجتمعات وداخل الأسر، سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. عائلة سعيدة عايشة مع بعضها، لكن في تعنيف من الأخ ضد أخته، أنه رافض أنها تطلع وتنزل وتروح على شغلها. فهو التعنيف هذا جاء من فكرة ونابع الغيرة من أخته، لأنه أخته يعني هي اللي بتجيب فلوس هو لا ما بجيبش. فهذا كله نتج من غيرته ومن قهره ومن تفكيره السلبي، وحاول أنه يتهمها بشرفها لأجل أنه ينتقم لنفسه المريضة. لكن كانت الأم والأبو رافضين فكرة هذا التعنيف، لكن مش قادرين على ابنهم، وفي النهاية الأبو وقف مع ابنه، واضطرت الأم من نابع الخوف أنها تمشي معاهم أنه البنت انقتلت على خلفية الشرف. كان دوري بالمسرحية دور الأم أم سامر، الأم اللي كانت مغلوبة على أمرها اللي ما بين زوجها وابنها وبنتها، كانت رافضة فكرة أنه يتهموا البنت، لكن في نفس الوقت مضطهدة ومش قادرة تحكي لأ، لكن بينها وبين نفسها عارفة ومتأكدة أنه هي إيش ربت وإيش علمت وإيش كبرت، وأنه بنتها أشرف من الشرف.